صباح الخير جايز، كيفكم؟ شو اخباركم؟ احزروا، نحن اليوم وين رايحين؟ قاعدين بالباص، رايحين مشوار حلو على لندن. لا لا لا، لندن صراحه نحن ما كثير بنعرف بلندن، ما لنا زمان، يمكن هي ثاني مره انا بروح لهونيك. فخلينا نكتشفها سوا اذا حابين تشوفوها. وحجزنا كمان بفندق لنقضي ليله، وتاني يوم لنرجع على البيت. ان شاء الله يعجبكم شو حنفرجيكم وشو راح نعمل. ونحن كمان عفوا رايحين هيك، يعني ما لنا عارفين حالنا لا بانه مطعم رح ناكل ولا وين رح نمشي. رح نشغل النافيجيتر نشوف حالنا وين رايحين وين جايين ومنخبركم. في عندك اي مفاجاه الي حموده تجهز لي اياها؟ لسه ما بعرف، ممكن يعني في ممكن احتمال. فيك تقيم الماسك حبيبي مشان يسمع صوتك، يمكن المتابعين مو سامعين صوتك. ما فيني لانه ممنوع ايم الماسك بالباص، بس انا يعني ايم الماسك، يعني مخالفه تجي الي معلش لك مو معلش. هلا ويلكم تو لندن. ياس، هذا الباص الطابقين الاحمر، هذا لندن باص. بتشوفوا العالم، هذا الشارع اسمه شارع أوكسفورد ستريت. هاد هون بتشوفوا فيه جميع الماركات بكل العالم، بتلاقوا من جميع الجنسيات، يعني أي جنسية بتكون ياها بتلاقوها موجودة. في شغلة كثير مشهورة أنا بحبها، هي كوكيز، الكوكيز بالزبدة، وفي كوكيز بكذا نوع، حابة ناخذ وحدة. ها؟ في هون كثير مطاعم حلوة، بس ما بيعرف الواحد يختار إذا ما حدا اختار من قبل، لأنه اغلب المطاعم بيقولوا ما كثير طيبه، وفي منهم بيقولوا لا طيبه في هذا المطعم. فانا بعرف هنيك في محلات جوا، في مطاعم ايطاليه وهيك، مو شرط نروح على مطعم عربي ناكل. شو رايك حموده؟ ممكن اشوف على جوجل اذا رحت على التقييم. كمان انت حموده كثير شاطر، بشوف اول شيء على الانترنت شو حاكين، اذا كانوا حاطين تقييم اكثر نجام بنروح عليه، التقييم عالي. بس في كثير محلات هون بجوا، هلا بفرجيكم محلات اكل. كانت الرحله حلوه ومو متعبه، ووصلنا بسرعه. وهي هي لندن يا اعزائي، نقولوا عنا لندن ام الدنيا. ام الدنيا يعني جامعه جميع البلدان جميع الجنسيات، وكل حدا بده يدلل حاله وبيجي على لندن. بلندن تلاقوا الغالي وبتلاقوا الرخيص وبتلاقوا العربي وبتلاقوا ما بصير نقطع، لازم نستنى. شوفوا التكاسي كيف منظرها، في تكاسي قديمة وفي أشياء حلوة، في ناس بيركبوا على ما بعرف شو بيقولوا له بالعربي، بحطوا أغاني عالية. تيك توك. تيك توك بالمصري بيقولوا له توك توك. هي شيء بالتكاسي هون هيك، المصري بيقولوا له توك توك، هون ما بعرف شو بيقولوا له. anyway حدا حابب، حبيت هال السيلفي ستيك اللي حاملتها، ما بتخليك تخليني ادرج. فبتلاقوا من جميع العالم وجميع الدنيا، لسه لما بتصير الدنيا ليلة. وكنا جايين قبل رات السنة كان المنظر كثير حلو، كله زينة وكل العالم حكت بزينة لندن، كيف بزينوا الشوارع وكيف بتكون. جاري البحث عن أطيب مطعم نروح نجربه.
بتلاقوا في ناس دعاة عم يدعوا. شي بداية الإسلام، شي بداية المسيحية، شي بداية دينه. وأنا بنص هالعشقة أتضيع حمودة يا حزبكم وينه؟ ليكو لبست شنطاية ذهبي. هلا هيك ما بضيعوا أبدا. أنت ما أتيته؟ دور على الشنطاية الذهبي. دوروا لي إياها، شفتوا لي إياها وين؟ ليكو ليكو شايفتوا. شايفين قديش عشقة؟ قديش عالم؟ ليه حبيب لقيتك؟ كنا ضايعين؟ حبيت صور لكم شو هذا؟ ما بعرف شو هو هذا مثل بيقعدوا بالسوسي بلندن وبيشربوا وبيسوقوا برجليهم، انتوا شايفين؟ بيسوقوا مثل البسكليتة. هاي هون لصديقنا هاري بوتر يلي درس السحر بجامعات بريطانيا. ده ثياتر مسرح. عاملين مسرح باسمه. عليك شو حلو هذا المنظر شي بخص الصينيين. حتى تسمعوا الراديو الصيني عشان تتعلموا. هون كل شي صيني، اي شي بدك يا مطاعم صينية، اكل صيني. ونحن حاليا ما عندنا خبرة بالصيني، شكلنا حندوق. ما بعرف، مع انه ما لي حاسة في شي بيقبل. اذا بنشوف الدجاج هون حاطط لي من بين هالاكلات. في هذا مثلا حاطط المنيو برا. ما بعرف هذا الأكل. حتى الكتابة بالصيني مو بالإنجليزي أغلبها. في منهم ترجم وفي منهم. بس في ضمنين، هذا الوحيد اللي بعرفه أنا بأكل الصيني. في شي بيحطوا له طنجرة جوا قدام العالم. أو بياكلوه سخن. ومع غاز كمان. شايفين؟ بتاكلوا من قلب الطنجرة السخن. شوربة سخنة. بايسكل، إذا حدا بده يستأجر بسكليتة بروح بيستأجرها وبياخذها بيحطها بمكان ثاني. كثير فكرة حلوة. شوفوا ما أحلاها لندن، بتصير بالليل كلها قضية، بتصير نهار. بنهار دايما ضباب والدنيا مثل لون رمادي. بس بالليل بالليل كثير حلوة. أحلى شيء فكرتي معك حمودة، إن شاء الله ما تتركني وتمشي. لاحقتك لاحقتك بالشنطاية الذهبية. مشان اعرف هو وينه. وين تجي تضيعني بلندن وتمشي؟ لاحقتك لاحقتك. عدنا لكم بعد ما تغدينا وأكلنا أكل حلال، لأنه أطيب شيء الحلال. وطلعنا نسينا نصور من الجوع، كنا كتير ميتين من الجوع. أي فعلا كنا كتير جوعاني قد ما مشينا. إنه 4 ساعات عم نمشي ولسه كل ما بتشوفوا شيء بلندن شيء مختلف عن اللي قبله. أي شيء تلاقوه مختلف عن الساحات الأراني هلأ، خاصة بالليل الأضواء، الكافيات، المحلات. هذا دونات بذكرني مرة أختي ضيعت لي جزداني والتقينا وبعدين قعدنا أكلنا بالاستراحة هون. الأماكن كلها حلوة والأضوية حلوة بتجنن. مشتينكم معنا واحد واحد.
بهي الساحة كل شارع بيوديك لأرنة من لندن على أدمه كبيرة والأبنية. تسمعوا الناس حوالي والضحك والعالم، الجو كتير حلو. اليوم يوم سبت، يوم السبت، فليلة السبت دايما بتكون كل عالم وناس. هاي نحن فتنا على كافي هي تابعة للأوبرا، ها؟ رويال أوبرا هاوس. رويال أوبرا هاوس. من جوا القعدة كتير حلوة والإطلالة لك مش حلوة. الفندق يلي حجزناه نحن عند لندن آي، عند هديك اللونة بنفسجي، هديك اسمها لندن آي، بيقعد واحد فيها ويطلع لفوق ويشوف كل لندن مثل الأيقونات. نحن هلا ما لنا جايين نقعد فيها، قعدنا فيها من قبل، رحنا فيها من قبل، بس هنيك الفندق اللي حاجزينه. لسه مشوارنا طويل، بس عم ناخذ استراحة كل فترة. ولقينا هذا الكافي كتير حلو، الكافي كتير حلوة وكتير حلوة اطلالتها. شكرا حبيب، شايفين اطلالة من جوا شو حلوة، كتير حلوة من فوق. كتير شكرا، هفرجيكم كيف يعني، حابة افرجيكم هذا الاطلال. هو مو حلو يعني اذا وحده لبسته، بس يعني هن لهم تخصصات مثل الكوبي شو عندنا. هاي هذا الفستان الثاني، وبضمن مطعم ومحل وكافي وكل شيء. الصور كلها عن الباليه ورقص الباليه وكيف بيلبسوا بنات الباليه بالاوبرا. هي الكافي من فوق، هو مثل عاملينه كذا طابق، اول طابق كافي، ثاني طابق مشروب، وبعدين مطعم للاكل. شوفوا المكان شو حلو فخم، قاعد فيه لحاله حلو، والعالم بتقعد هون يوم السبت بيقعدوا بينبسطوا كلهم من ازاز. شيء كثير هي لقينا قاعده على الاطلاله هنيك البنفسجي، هنيك هنيك رحنا بدنا نروح، بس هلا قاعدين بريك، تعالوا ندردش سوا ونحكي سوا. يلا تفضل يا حبيبي. الجو كتير حلو، دفى وجو حلو واطلاله. احكي لكم انه لندن حلوه
لسه قولوا اكثر. مثل ما مبين عليكم صوتي عميل، هات لاني طالع على الدرج. احنا هلا على جسر، هذا الجسر فوق النهر، وعم صور لكم هي لندن آي، لانه هي معلم هون، فهي كثير عالم بحبوا يجوا على لندن لحتى يطلعوا على لندن آي ويشوفوا ساعة بيج بن. هاي بيج بن هنا لندن. هنا لندن عند هلولة وحبوسي. صرنا بالطرف الثاني، هاي هونيك ساعة بيج بن. شوفوا الجو شو هادي وأضوية. عائلاتكم ورفقاتكم وولادكم وبتنبسطوا، هي بس بدها رفقة.